كلمتين لأصحاب المحلات الكبيرة أو حتى المحلات الصغيرة. أنا عارفة الوضع الاقتصادي دلوقتي أصبح صعب، أنا عارفة إن الرجل خفت على البيع والشراء وحصل حالة ركود، أنا عارفة إن ما في مشاكل كبيرة بتمر بيها من إيجار لمصاريف مية كهرباء لأجور عمال، بس أرجوك أرجوك ما تسرحش العمال، أرجوك ما تخفش عددهم عشان أنت تنقذ نفسك فتقفل بيوت مفتوحة على الرزق اللي أنت يعني كنت بتوصله، الرزق اللي ربنا في الاساس بعته وانت كنت بتوصله، وانت كنت سبب عشان توصل الرزق ده، ما تقفش قصاده ارجوك. انا عارفه ان الموضوع تقيل واصبح صعب، بس ما ينفعش تبقى واقف شايف ان بيشتغل عندك اربعه فتقول كفايه اتنين، في اتنين بيوتهم هتتخرب، في اتنين محدش هيشغلهم تاني، لان اللي انت بتعمله غيرك بيعمله وبقيه المحلات بتعمله. اللحظه دي هي لحظه ان احنا نتكاتف فيها مع بعض ونقف فيها مع بعض، مش علشان نقفل بيوت بعض. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ربنا رزقك كتير بحس الناس دي، ووقفوا معاك كتير قوي قوي ايام الضغوطات وايام الاعياد وايام الزحمه، وكانوا بيطبقوا في الوقت وكانوا بيجوا بدل الساعه 10 وكانوا بيقفوا معاك، فما تجيش انت في لحظه يعني ضيق ولا في لحظه ركود تقول خلاص انا مش محتاجهم. اقف معاهم وربنا هيساعدك وهيبعت لك رزقك ان شاء الله. اتمنى تكون الرساله وصلت. وفي حاجه تانية عايزه اقول لكم عليها، موضوع الفيروس او انفلونزا بتاعت الاطفال، والله ما تخوف ابدا ولا تقلق ابدا، الموضوع بسيط، بس انا مش عايزه الناس يعني تطلق الشائعات وتمشي وراها. ما تقعديش ولادك في البيت، لان الانفلونزا اللي انت خايفه تجيلهم من المدرسه ممكن تجيلهم هم في البيت وهم معاكي، انت ما تعرفيش، انت ما تضمنيش. اصل انت لو قعدتي ولادك من المدرسه انت مش هتقعدي زوجك من الشغل، وممكن انت كمان ما تقعديش من الشغل، يعني اقعد كلنا يعني تفهمين، يعني ممكن انت وجايه تجيبي الانفلونزا. مين قالك ان هي في الاطفال بس؟ ده فيروس موسمي منتشر في الجو، يعني طبيعي ممكن بابا، ممكن حضرتك، ممكن اللي داخل علينا. فحكايه ان اقعد ولادي من المدرسه واوقف الحياه واوقف الدنيا دي مش حاجه مظبوطه، لان زي ما قلت لك امبارح ان انت بتوديهم الدروس الخصوصيه، فمش هتوقفي الحياه. اللي عندها ثانويه عامه السنه دي واللي عندها شهادات ما توقفيش، لان ده بيكمل ده. واذا كان في تقصير في المدارس، اذا كان الشرح اقل، اذا كان في حصص فاضيه كتير، فده احسن برضو من انهم يقعدوا في البيت لا شغله ولا مشغله ومش هيذاكروا، هيقعدوا يلعبوا طول الوقت. اصحي بدري شوية وكملي، قربنا على الامتحانات، زق الدنيا شوية وما تمشيش ورا الشائعات ولا جروب المميز اللي اصلا كانوا عايزين يعطلوا الدراسة والله من اول يوم. اصل الاحتفالات، اصل لسه ما رجعناش من المصيف، اصل انتوا مستعجلين على ايه؟ مستعجلين على ايه حضرتك؟ المناهج متأخرة جدا جدا والعيال مش متأسسة جدا جدا، مروحة من المدرسة يساعدهم، يبقى في منافسة ما بين الطلبة تساعدهم في تقوية دروسهم. لو هتقعدي يبقى حضرتك تقعدي من الشغل وزوجك يقعد من الشغل، وكمان قاعد من الدروس الخصوصية، وما نشتريش حاجة من السوبر ماركت، وما نفتحش الباب لحد، وده مستحيل، حياتنا هتقف. ليه واقفة على المدرسة وبس؟ تعداد الفصل كبير، السناتر حضرتك اكتر بكتير. واللي بيقولوا مش خايفة على اولادك، انا اولادي في المدرسة الحمد لله، ايقنت من جوايا ان الله خير حافظا، لو في شيء مقدر هيجي وانا في البيت وانا وسط ولادي وهم معايا. ايقنوا ده، اوعوا تعيشوا في الرعب. انا واحده عشت في الرعب قبل كده، وكانت من اسوأ التجارب اللي مريت بيها في حياتي. يوم ما فكرت اني لما اقفل على نفسي الحيطان والابواب والبيبان انه كده انا في معزل عن اي حاجه بتحصل، محدش يقول كده. الحياه لما بتقف انت النهارده محتاجه لكل قرش، ومفيش حاجه اهم من حاجه، لكن في نتوكل على الله ونسيبها على الله، وربنا يكرمها يكرمنا كلنا ان شاء الله. تمام، اتمنى ما اكونش طولت عليكم في الفيديوهات. والناس اللي بتسأل دايما على المحتوى زي ما انتم شايفينه والله لا ضرر ولا ضرار، واتمنى تتفاعلوا معانا وتقولوا لنا تعليقاتكم، وبشكركم جدا جدا وكل حبايبي اللي موجودين على راسي، وبحبكم جدا في